بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتصل مباشرة ليعزي الرئيس التونسي قيس سعيد في مقتل 3 جنود توانسة أو تونسيين. هذا هو الخبر، لكن لماذا تحديدا الرئيس يتصل بالرئيس؟ لأنه قائد القوات، وهذا مهم جدا لتكريس قيس سعيد وجعل قيادته أشد، وأن تكون القيادة الوحيدة للجيش التونسي ليس في صفوف الجنرالات ولا في وزارة الدفاع، وإنما الأمر يتعلق بالقيادة. فالقائد القوات المصرية يتصل بقائد القوات التونسية لأن الرسالة واضحة. كان يمكن أن تكون التعزية أن تمر عبر وزارة الدفاع وأن تمر عبر قنوات أخرى، لكن لماذا الرئيس السيسي يتصل؟ لأنه يريد أن يوصل رسالة ما بعد الجسر الجوي الذي مدحه وقدره قيس سعيد بخصوص كورونا، وبخصوص أيضا الجسر الجوي في ليلة معروفة ماذا كان، لأن القوات استثمرت هذا الجسر الجوي من أجل تأمين 25 جويلية على الأقل حسب تعبيرات الإخواتنا التوانسة. إذن بالنسبة لما جرى عليه الحال، فهناك تطور رئيس يعمل عليه الرئيس السيسي، وهو دعم قيس سعيد في مقابل إدارة الجيش للمرحلة الانتقالية بعد الأزمة الحالية التي نراها بشكل واضح جدا، وليس هناك أحزاب مساندة للجيش التونسي وهذه الإجراءات الاستثنائية وفصل الجيش التونسي عن الرئاسة وعن الحرس الرئاسي، فإن الأمر أصبح مختلفا للغاية، ليس نفس ما جرى عليه الحال في مصر هو نفسه الذي في تونس. أولا هناك صحيح هناك شارع مقابل شارع، لكن أيضا ليس هناك ما يشبه السيناريو المصري إلا من خلال حركة وزير الدفاع. وفي هذه الحالة اليوم فإن قائد الأركان الاثنان معا مسحوبان، لا وزير الدفاع لأن ليس هناك حكومة إلى الآن، وهناك مشكلة فمن يكون وزير الدفاع في حكومة الرئيسة الحالية؟ يعني أن السؤال الذي سيضعه الجميع من سيقود وزارة الدفاع، وسيكون بمثابة اللغم الكبير بعد تعيين وزير الدفاع، لأن بتعيين وزير الدفاع لا يمكن أن يكون لمدني الآن هو الذي سيقوم مثل هذا المقام كما كان في عهد سابق. لذلك فجنرال ما سيكون هو وزير الدفاع عند رئيسة الحكومة بودن. إذن رئيسة الحكومة لا بد لها أن يكون فيها وزير دفاع، وإن حجب وزير الدفاع فلن تكون هذه الحكومة بأي طعم، وسيكون بمثابة إرسال رسالة سلبية لموقف الجيش من قيس سعيد ومن إجراءاته. وإن كان هناك جنرال قد تقدم إلى وزارة الدفاع في هذه الحكومة، حكومة الرئيسة، فإن الأمر سيستدعي مباشرة إمكانية تكرار ما كان عليه الحال في مصر، وبالتالي فإن السيناريو المصري وارد بشكل كبير. إذن أزمة وزارة الدفاع في تونس من يكون فيها؟ مدني لن يقبله الجيش، جنرال قد يؤهل إلى السيناريو المصري وإبعاد الرئيس. في كلا الحالات فإن تعيين وزير الدفاع في الحكومة الحالية هو الذي سيكون بمثابة إشعال حقيقي للأزمة. إذن هذه النقطة الأولى. ماذا يرغب قيس سعيد؟ يرغب قيس سعيد في أن يؤمنه الرئيس السيسي على قيادته للجيش، وأن اختياره لوزير الدفاع سيكون بمثابة اختيار قد يقارب مرسي مقارنة مع السيسي.
وقد يتكرر نفس الوضع مع وصول جنرال إلى وزارة الدفاع التونسية لجعل هذه المرحلة الانتقالية مرحلة عبر الجيش، وهذا شيء معروف لأن أغلب المراحل الانتقالية يقودها الجيش لتسليم السلطة إلى المدنيين مرة أخرى، وبالتالي فإن هذه المعادلة التونسية المختلفة برئيس مدني وفي نفس الوقت بهذه الطريقة التي غير مستساغة لا لدى الأمريكيين ولا لدى الفرنسيين، والآن الداعم الرئيس حاليا لقيس سعيد هو السيسي نفسه، وليس بالضرورة لا الجيش التونسي ولا الجيش المصري. هذه نقطة رئيسة للغاية. المسألة الثانية أن المرحلة الانتقالية التي يطلبها الآن الفرنسيون على وجه التحديد والتي يقودها الجيش، والجيش لديه اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن ندرك أن خارطة الطريق التي وضعها الأمريكيون رفضها قيس سعيد وأرسلها لسلة المهملات، تماما كما أن ما قاله الفرنسيون جعل مباشرة قيس سعيد باتجاه إجراءاته الخاصة التي أبعدت الجيش، والجيش مطلوب لدى الفرنسي بأخذ دوره من أجل إدارة مرحلة انتقالية قد يكون بمثابة استدعاء صعوبتين على الأقل. أولا بالنسبة للاتحاد الأفريقي وموقفه من الانقلابات، ثاني مسألة أن تكرار الانقلابات اليوم على الأقل بالنسبة للتشاد بالنسبة للمالي، إذن بالنسبة لأغلب ما حدث في غرب أفريقيا يجعل من فرنسا تقبل مثل هذه الخطوة من الجيش التونسي، لأن هناك أساسا معادلة إقليمية تقريبا تتصالح مع هذه الخطوة، وهذا الذي رأيناه تماما في التشاد ورأيناه في باماكو وسنراه في تونس. لذلك فالعملية كلها بالنسبة للفرنسيين على الأقل فإن على الجيش أن يخوض هذه المرحلة وأن يقودها بالصرامة المطلوبة، وأيضا بالسماح لحل المشكلة الاقتصادي بعيدا عن أيديولوجيا مكافحة الإرهاب من جهة، ومن جهة ثانية وهذا هو الأهم أن جميع القدرات الحالية بالنسبة للحرب على بين قوسين أو على الأقل مواجهة كورونا، فبالنسبة لهذه المعركة أصبحت تخف من جهة، ومن جهة أخرى فإن العملية لا يستطيع أحد القول معها إلا أننا أمام نقل تونس إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذا ما أشرنا إليه، والعباسي اليوم يصرح بما صرحنا به عندما قلنا أن هذه الموظفة للبنك الدولي هي التي يرغب فيها قيس سعيد من أجل تمويل هذه المرحلة. على كل حال، ونحن كشفنا بشكل دقيق لماذا رئيسة الحكومة بنفس هذا الطراز وبنفس هذا النموذج. إذن العملية اليوم أكبر من رئيسة الحكومة، الأزمة في تعيين وزير الدفاع، وهل سيكون جنرال هو وزير الدفاع، وأزمة صلاحيات وزير الدفاع باسم الجيش في قيادة المرحلة الانتقالية كما يطلبها الفرنسي، وكما يرغب الآن الأمريكي في أن يقود الجيش العودة إلى مكتسبات الشعب التونسي بخصوص العودة إلى برلمانه، وأيضا كافة ما قد يسمى بالصلاحيات الديمقراطية لدستور 2014 والذي أقبره بشكل شبه كامل الرئيس الحالي. إذن الأزمة اليوم أزمة حقيقية بخصوص تعيين وزير الدفاع. المسألة الثانية أن الرسالة التي أرسلها السيسي بأنه يرفض الانقلاب وهذا قرار منه، وأن القائد الوحيد للقوات المسلحة التونسية هو الرئيس قيس سعيد، ولن يقبل بأي حال إقليميا أن يكون وزير الدفاع أو أن يدعم وزير الدفاع في حال تعيينه بالقيام بما قام به السيسي مع مرسي، فهذا مرفوض تونسيا من طرف السيسي نفسه. على أيام فإن جميع
ما يحدث اليوم هو تحت الضبط الشديد، خصوصا وأن التمويل الإماراتي توقف وأن التمويل أيضا السعودي توقف، لأنه يساير بشكل كبير الخطة الفرنسية. قيس سعيد غير مرغوب فيه إسرائيليا، غير مرغوب فيه إماراتيا، غير مرغوب فيه كشخص وقيادة اليوم بهذه الطريقة. ليس هناك دعم واسع إلا الدعم الإعلامي لا أكثر ولا أقل لمعرفة هل سيستطيع قيس سعيد أن يذهب بإجراءاته إلى آخر المطاف وإلى النتيجة التي يرتضيها أو ترتضيها كل هذه العواصم. اليوم يقول المرزوقي بأن قيس سعيد هو جزء من الثورة المضادة، وهذا أصبح واضحا لأن الكل ينظر ما هي التحالفات التي يقودها الآن قيس سعيد مع السيسي، مع كل ما سمي بالثورة المضادة، وهذا الذي جعل الثورة المضادة تقريبا ضد الإسلاميين. على كل حال اليوم فيه حكومة تكنوقراطية أساسا، وأن هناك صعوبات في التعاطي مع دستور جديد، وهذا الذي يخلق إشكالا في التجربة التونسية. إنما المهم أن نرى فرنسا داعمة بشكل كبير جدا في قيادة الجيش التونسي للمرحلة الانتقالية، وهذا شيء هام رد عليه السيسي بشكل ما عندما حاول أن يرسل رسائله بأن التعزية لا تمر إلا عبره وعبر الرئيس قيس سعيد، وهذه رسالة إلى الجيش من أجل عدم الحركة على الأقل باتجاه وضع جنرال يقوم بإدارة العملية نحو مسمى المرحلة الانتقالية، لأنه لا بد من مرحلة تسبق الدخول إلى المرحلة الانتقالية، وهذه المرحلة ستكون عبر وزير الدفاع، وأي تكرار لتجربة مصر لن تكون مرغوبا وأي تكرار لتجربة مصر لن يكون على الأقل السيسي مساندا لها. هذا ما يمكن تأكيده اليوم، وهذه هي الرسالة. لكن في نفس الوقت السيسي يناطحه ماكرون، وماكرون يدعو الجيش وبكل جنرالاته إلى إدارة المرحلة الانتقالية، وهذا أول خلاف جيوسياسي بين القاهرة وباريس بخصوص تونس، فيما ينحاز بشكل كامل قيس سعيد إلى الرئيس السيسي. وهنا يحدث أمران اثنان: أولا إرسال قيس سعيد رسالة إلى جيشه بأن يكون ضد العدو الخارجي، وهنا كانت حرب أكتوبر بالنسبة إليه فرصة لتأكيد هذا الوضع. والمسألة الثانية قد تكون بأن قيادة الجيش لمصر ما خلقه في حرب أكتوبر، إذن العملية الآن هي حرب القراءات، وبالنسبة لفرنسا فهي تتجاوز التحفظ الرئيس السيسي باتجاه دعم مباشر للجيش. والخطوة الأولى باتجاه أهم شيء إدارة المرحلة الانتقالية تسعى الآن إلى العودة إلى الديمقراطية التي تعتبر كل الإجراءات الاستثنائية لقيس سعيد مناهضة لديمقراطية دستور 2014، وهي ضد دستور 2014. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.